تأملات قرآنية. إن إحدى عجائب خلق الله تعالى كائن حي يدعى دابة الأرض، ولقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فما قصتها؟ دابة الأرض المقصود بها هنا حشرة النمل الأبيض، وهي تأكل العيدان، ولقد عرفت بأنها إحدى أهم الحشرات الاجتماعية التي تعيش في مستعمرات خاصة، حيث تقضي معظم حياتها مختفية عن الضوء، لذلك نجدها تتحرك داخل أنفاق طينية، حيث توصل هذه الأنفاق النبل الأبيض إلى المصادر الغذائية، وتتميز بأحجام مختلفة وألوان باهتة وأجزاء فم قارضة. وقد أشار القرآن الكريم في هذا النص المعجز إلى شيء من ذلك، قال تعالى: إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فهي أول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب. تأملات قرآنية.